خش بالنسبه للحمه للفراخ ديت، انا هعمل اللحمه اللي هي الفراخ اللي هي الايه، فراخ سيوت صور. فراخ سيوت صور ديت هي اكله صينيه يابانيه كوريه بتاعت شرق اسيا عامه، يعني المطبخ الاسيوي. بس المطبخ الاسيوي بالظبط كده. انا بقطع الفراخ ديت عباره عن مكعبات كده زي ما انتم شايفينها. احنا برضو هنا عشان الناس تبقى معانا، اول ما اللحمه بتنشف تمام والميه بتنزل. في حاجه بقى يا شيف محمد لاحظتها في الاكل الاسيوي دلوقتي على النت واللي بيعملوا الاكل. الو، السلام عليكم. السلام. ازيك يا سمنه، اخبار حضرتك؟ الو الو، كده الاتصال قطع معانا، يقعد اتصال بينا ان شاء الله تاني. دلوقتي في محمد لاحظت حاجه كده بالنسبه للسويت صور دوت، اللي اكتريت الناس بتحط له سويا صوص في الصوص بتاعه. اه، لو ان هو اصلا الصوص بتاعه بيخش له سويا صوص خالص. تمام. هو اولا خلينا بس متفقين يا شيف علاء، ان المطابخ دايما بيبقى فيها حته التغيير، تقدر تغير، تقدر تغير حسب المذاق، حسب انت ممكن يمشي معاك ازاي. في حاجات اضافات معينه ننفع نغيرها عادي، وفي حاجات تبقى بيزكس بتبقى حاجات رئيسيه ما نقدرش نغير فيها حاجه. يعني معانا دلوقتي المقادير على الهواء. ايوه، نازلين على الشاشه دلوقتي المقادير بتاعه الكانيلوني دي ماجرو. طبعا احنا هنعملها كانيلوني الرجوه بقى، مش هتبقى دي ماجرو. طب اشرحها عشان هم كده التقارير بتاعتها. المكرونه زي ما اتفقنا بيض ولبن تمام ودقيق. اللحمه دي العجينه، واللحمه بالنسبه لنا لحمه مفرومه مع بصل مع جزر مع فلفل الوان. انا باخد الفراخ ديت بعد ما اخلصها كده بمسكها بقدرها زي ما انتم شايفين كده، لون كمان اللحمه روعه، وبديها سنه ملح معايا وبديها. الو الو، السلام عليكم. كانت سعاد، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. رمضان كريم. ازيك يا شيف علاء؟ الله يخليك. اروح حضرتك ايه؟ يا شيف محمد، كلاتك جميله قوي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الاكلات الحلوه منورانا ومنوره الدنيا كلها. الله ينور عليك. ازيك يا شيف محمد؟ الله يخليكي. الله يخليكي. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. بدل انتوا معانا وسامعين صوتكم على طول، احنا كويسين. الحاجات الجميله دي واكلات السمك بتاعتك عملناها، طريقتها جميله قوي. ربنا يبارك في عمرك يا رب، واحنا تحت امر حضرتك في اي حاجه، اي سؤال، اي اكله. منورين الشاشه. ربنا يبارك في حياتك يا رب. ربنا يخليك. منورين الشاشه. شكرا 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 جدا لاتصال حضرتك. هنرجع تاني دلوقتي لدي فراخ. انا ايه، طبعا بدرتها وديتها شويه ملح وشويه فلفل اسمر، وبديها بعد كده بيض عشان اعمل المرنيه بتاعها. المرنيه دوت اللي هو الدقيق والنشا مع الايه، قطع الفراخ اللي انا قطعتها مكعبات صغيره ديت. دي انا بعملها كده دلوقتي زي ما انتم شايفين اهيت. هو النشا انا بحطها مع المرنيه دوت، لان النشا مع اي حاجه فرايد بتخليها كريسبي، فاي نسبه هي بتكون نسبه النشا اكتر من نسبه الدقيق في الكريسبي دوت، يعني تخلي الحاجه طالعه كريسبي وما تخليهاش طالعه ايه، تكون طريه. فده بالنسبه للايه، للنشا مع الدقيق. دلوقتي دي عجينه الكانيلوني طبعا تمام، اللي هي الكريب، اللي ممكن تتعمل حاجات كتير زي ما اتفقنا. هتتعمل ممكن تتعمل ساندوتشات كريب، ممكن نحط فيها شاورما، ممكن نحط فيها جبن، ممكن نحط فيها اي حاجه ونعملها ساندوتش، هتبقى ظريفه خالص بالنسبه للاولاد في البيت، لان هم دايما بيحبوا الحاجات الغريبه. يعني ولادنا دايما اتعودوا على الحاجات الابنورمال، الحاجات اللي مش عاديه، مش معروفه بالنسبه لهم. ده بالنسبه لنا احنا عندنا احنا مش كل الناس. بس هي بصراحه ربنا بتبقى حاجه جميله جدا. الاكل السريع دوت مش فاست فود عشان كلمه سريع، بس هو الاكل دي مهمه جدا، لان اللي هو الصيني اللي هو الكوري اللي هو الايطالي اللي هو المكسيكي بتبقى اكله جميل جدا، قريب من حاجات فيه كتير قوي قريبه من مصر في التست بتاعها، وتتقبل كمصري عادي وسريع وما بياخدش وقت، وحاجه كويسه جدا يعني. الو الو، السلام عليكم. استاذ منار، صديقي الشيف، عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ بشكر حضرتك على الاكل الجميل ده. الله يخليك يا رب. كل سنه وانت طيبه. بمناسبه عيد الفطر، واخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيف محمد؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب، منوره الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. بس
عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا لما بيجي نعمل الكيكه ما بتنجحش معايا. لما بتيجي تعملي ايه؟ نعم؟ بتيجي تعملي ايه؟ الكيكه ما بتنجحش؟ الكيكه ما بتنجحش معاكي؟ اه دي المشكله في المناهج على فكره. هو بصي المشكله الكيكه لو انت ضربتيها كويس والهاند بلندر او الخلاط والمقادير بتاعتها كلها تبقى مظبوطه، واهم حاجه بين دوت ودوت هي النار اللي انت هتشتغل عليها، لان هي النار هي اللي تخلي الكيكه عاليه او هي تخليها مظبوطه خالص او سوفت. هي النار بتاعتك لو ظبطتيها هتظبط معاك كل حاجه. 180 درجه. كم؟ 180 درجه. لا انت بتدخلي الاول على الفلاح الاول الفرن على 270. 270 اه، وتسيبي يسخن وبعد كده تبتدي الفرن يكون سخن تدخلي فيه وبعد كده تهدي النار بتاعتك بعدها. بس عشان يكون تولع الفرن قبل ما تدخلي الحاجه بفتره 10 دقائق ربع ساعه. ماشي ماشي تمام. احنا بنكمل بقى نعمل العجينه. انا بقى دلوقتي هاخد دوت ده دي تشيكن فرايد. انا دلوقتي هاخدها فرايد يعني هقليها باللغه بتاعتنا احنا يعني. دي قطع الفراخ اللي انا قطعتها بتاعت التشيكن سويت صور. انا هعمل لكم الصوص بتاعه دلوقتي على الهوا، على اساس في ناس بتعمله بطريقه ثانيه خالص، بس هو انا هعمل لكم الطريقه الصح بتاعته بالظبط. طبعا وفي صوصات كتير بالنسبه للمكرونات، بدل احنا فتحنا باب المكرونات وفتحنا باب الاكلات الايطاليه، في صوصات كتير قوي. في لو هنعمل مثلا صوص الرجوع اللي هو اللحمه المفرومه، البيستو ده نوع من انواع الاعشاب بيتعمل صوص بيبقى واو، اليو اوليو بابرانشينو، زيت زيتون. عرب يا شيخ محمد عشان الناس تفهم. انا بشرح اهو. اليو اوليو بابرانشينو يعني البابرانشينو اللي هو الفلفل الحار، واليو اوليو الزيت والثوم. هي بتبقى كده ثوم وزيت زيتون وتنف، هي بيضه كده بتبقى مكرونه وايت صوص. لا مش وايت صوص يعني. خالص هي المكرونه نفسها بتبقى بيضه. في مليون صوص بقى. لما نيجي نخش بقى للصوصات، في انواع كتير للمكرونات، في نيوكي، في زي ما اتفقنا اللازانيا، في مثلا الصوصات بقى البولونيزي. الاسماء دي انا بقول لكم الاسماء الايطاليه بتاعه الاكله نفسها، بس قربها له عشان انا ترى برضك. وشرحها بقى انا بشرحه دلوقتي. تمام. احنا ده الكريب. الو، طلع الكريب ما تلزقش معاكي طبعا. الو. الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا شيخ علاء؟ الله يخليك يا حضرتك. اهلا، منوره الدنيا كلها. منورين الدنيا، منورين الدنيا والله. يا ربنا يصلح ما بين ايديك كل الحاجات الحلوه اللي بتعملوها دي. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك يا رب ويبارك في عمرك. والله انا استفدت منكم. السمك اللي عملته المره اللي فاتت عملته وطلع جميل جدا. لا 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 لا، ده في انواع ثانيه كتير. استنى اصبر علينا، ده احنا هنعمل لك انواع ثانيه كتير. في حاجات مش تقليديه وفي حاجات مش معروفه وفي حاجات كمان مبتكره، يعني هيبقى لنا حق للنشر. ربنا يصلح ما بين ايديك وربنا يصلح ما بين ايديك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويشرفنا جدا على اتصالك جدا. يبارك له كلها والله. يا شيخ محمد رئيس، انا اكلت من المحل بتاع زقوطة بجد وسمكه جميل جدا. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك الله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب ويصلح ما بين ايديك. ربنا يخليك يا رب ومنورنا طبعا، واحنا سعداء جدا. انا عايز اقول لكم على حاجه كده، بس انا والشيخ محمد قاعدين في حته واحده، وكل واحد فينا عنده مطعم غير التاني. دي نقطه حلوه خالص، دي ممكن نفتح منها موضوع اجتماعي رهيب. مطعمنا احنا الاثنين مجال واحد بالظبط، اللي هو الاسماك. في ناس بيقول لك مع عدوك اللي صاحب مهنتك. لا على فكره، لا مش حلو. نقدر نغير افكار كتير في مجتمعاتنا واحنا واقفين بنطبخ. دايما الحاجات اللي فيها تفاصيل بنقول المطبخ. حتى في السياسه في المطبخ السياسي. ليه المطبخ؟ المطبخ عشان فيه تفاصيل كتير. لا احنا ممكن نبقى صاحب مهنه واحده واصحاب، اصحاب مهنه واحده وجيران وحبايب، وناخد من خبراتنا وننقل خبراتنا لبعض. الحقيقه اسهل كتير. في ناس بتعتقد ان الرزق، لا انا لازم احافظ على الخبرات اللي عندي. اوعى اوعى خبراتك طول ما انت بتديها للناس. شغلك انت، ربنا بيبارك لك فيها وبيزيدك كمان. طول ما انت بتعرف الناس، طول ما انت بتساعد الناس. الحاجات الكلام اللي احنا افتقدناه في مجتمعاتنا شويه اليومين دول، احنا محتاجين نرجعه تاني. اصولنا الطيبه، ايماننا بالاله. ده موضوع تاني خالص، بس عشان ما نتطرقش المواضيع كتير ونتوه الناس مننا، خلينا في الكريب اللي احنا بنعمله دلوقتي. وادي الكريب. تمام. بنقدر نتحكم في حجمه زي ما احنا عايزين بالايه، بالعجينه. طبعا هي اللفه دي مش محتاجه صنعه ولا حاجه على فكره، اي حد يقدر في البيت يعملها. احنا يعني شايفين اللي احنا ناخد على عاتقنا اللي احنا نغير مصاريف الاكل.
نقدر نعمل اكلات كتير في البيت عاديه. ايه ده؟ ايه الشلل ده؟ بص انا بعمل التشيكن ده بعملها مرتين.